مرحبا بكم مجددا. نواصل هذه الندوة عن في ذكرى المؤرخ والمحقق والأديب الكبير حسن حسني عبد الوهاب. نواصل مع الجلسة العلمية الثانية، والمداخلة الأولى ستكون الأستاذ خير الدين العنابي ليقدم شهادة عن حسن حسني عبد الوهاب الفاتح. تفضل سيدي خير الدين. السلام عليكم. الحديث حول حسن حسني عبد الوهاب على رأس المعهد الوطني للتراث، يمكن تخصيص ربع ساعة، وفي الحقيقة يمكن تخصيص نصف ساعة، يمكن تخصيص أسبوع للحديث على حول حسن حسني عبد الوهاب. أكثر ليس وهي حاجة شعرنا بها منذ الحصة الأولى. والسجلور ريدان بارك الله فيه جاب الشاهية وخلانا مسايبين في صحراء ما عطاناش الوقت الكافي. شكرا للسيد مدير دار الكتب الوطنية لهذه المذاكرة. بعد 60 سنة استقلال يمكن تفكرني، ولو تفكرت وزارة بريد وضغط الهاتف عندما أصدرت طابعة تقليدي باسم حسن حسني عبد الوهاب. إذن حسن حسني عبد الوهاب على رأس المعهد 1956 1962 خمس سنوات على رأس المعهد. سوف أبدأ كلامي بالاستشهاد بفقرة من سيرته الذاتية كما حررها بنفسه. ولما نالت أتكلم باسم حسن حسني عبد الوهاب، ولما حسن حسني عبد الوهاب يقول: ولما نالت البلاد التونسية الاستقلال وفارق الموظفون الفرنسيون المصالح الإدارية، دعيت من جانب الحكومة التونسية المستقلة لرئاسة ما سمي في المعهد القومي للآثار والفنون وابل فرنسية كتابة انستيتو ناسيونال داركيولوجي اي ار في سنة 1957. سأذكر أن 57 هو صدور الأمر بالرأي الرسمي، ولكن على عين المكان سأذكر ذلك فيما بعد. فبشرت، أعود للكلام المعلم، فبشرت هذه المهمة إلى سنة 1962، وأقبلت على العمل بها بجد نادر. لاحظوا الكلمة من حسن حسني عبد الوهاب في سن 72 سنة يقول بجد نادر مدة 5 سنوات متوالية. وقد هيأت بعض الشباب للمعاضدة حيث لم يبقى من الموظفين الفرنسيين السابقين أحد. ويسر الله في تلك الفينة أن نقل مصلحة الآثار من محلها القديم بصباط سوق الفكة آخر شارع الكنيسة قديما إلى دار حسين الفريق، والعربية يستعمل الفريق لأن نقول احنا جنرال حسين الفريق، التي كانت مقرا لقائد الجيش الفرنسي ولأركان حربه في ساحة القصر. وبعد ترميم الدار كما يجب اتخذت بقسمها الأعلى مكاتب الإدارة وبقسمها الأسفل متحفاً للفنون الإسلامية، ولم يكن لهذه الفنون أدنى حظ بين الآثار التونسية. لاحظوا، ومن الله أن أسست في مدة رئاستي للآثار 5 متاحف، منها 4 للأعلاق الإسلامية: متحف علي بورقيبة برباط المنستير، متحف قصيدة بن فرات في سوسة، متحف إبراهيم بن الأغلى في القيروان، متحف دار حسين المتقدم الذكر، ثم مستودع الآثار الكلاسيكية أنتيكوريون بقرطاجنة في نفس بيت أحد أعيان الرومان. وقد زودت الأربع متاحف العربية السالفة الذكر بكل ما جمعته لخاصة نفسي منذ الصغر من الأعلاق النفيسة والتحف الإسلامية النادرة، سواء أكانت مقتنات من تونس
أو مشترات من المشرق ومن عواصم أوروبا. وفي تلك المدة نشرت في مختلف الجرائد والمجلات فصولا كثيرة، وحاربت الباحثين على الآثار لإخراج ما كتبوه بالعربية والفرنسية، كما قدمت لبعض مصنفاتهم بتمهيدات تاريخية وفلسفية وبمقدمات مناسبة، وهي نحو 10 مؤلفات في شتى الأغراض الأثرية. هذه خلاصة رئاسة حسن حسني عبد الوهاب للمعهد. ما هي وضعية القطاع في أواسط القرن العشرين؟ بلاد ثرية في ميدان التراث، كم وكيف؟ عشرات المواقع الأثرية، مئات المعالم التاريخية، لدينا في ذلك الوقت أكثر من 900 معلم تاريخي مسجل، صدر أمر تسجيله بالرائد التونسي، 900. ما بين معالم تعود إلى العصور القديمة ومعالم تعود إلى الحضارة العربية الإسلامية، وبعض المتاحف في ذلك الوقت، بعض المتاحف عندنا المتحف العلوي نسميه اليوم متحف باردو، متحف الأثري بسوسة، متحف إيتيك وهو متحف موقع، متحف دقة وهو متحف موقع، متحف موقع أي تقريبا قاعة أو قاعتين لعرض بعض التحف الصغيرة التي عثر عليها أثناء الحفريات سواء في إيتيك أو في دقة. العنصر البشري، العنصر البشري كان كله تماما من الباحثين الفرنسيين، باحثين جامعيين لهم اختصاص عالمي رفيع جدا من حيث التكوين بتاعهم في الحضارات القديمه، الحضاره خاصه الحضاره الرومانيه. ولكن هذا الحصار قام عميدنا في معهد نسميه اليوم معهد الوطني للتراث وهو المرحوم سليمان مصطفى إزبيس، قام بكسر هذا الحصار بتغلبه على القوة الفرنسية والإدارة الفرنسية، حيث صدر في الأربعينات في أوائل الأربعينات بلاغ يفيد أن هنالك مناظرة لانتداب باحث مختص في الحضارة العربية الإسلامية كان متفقد للمعالم الإسلامية، فتقدم بملف للرشح وبين اختصاصه وما قام به من أعمال في هذا الميدان. وبعد مدة أعلموه أنه لا يمكن تنظيم هذه المناظرة لأنه هو المترشح الوحيد. بعد 3 أو 4 سنوات نفس العملية نفس النتيجة. أعتقد أن علاقته الشخصية السيد مصطفى الكعك الذي عين رئيسا للحكومة سنة 46-47 جعل السلطة الفرنسية تقبل للمرة الثالثة هذا العمل، وتكونت لجنة، وكان سليمان مصطفى إزبيس الكونديتار يونيك مرة ثالثة، ولكن هون في المرة الثالثة قبلوا الترشح فيها. واللجنة هذه تتكون من 6 أعضاء، لوي بوانسو هو رئيس الإدارة، رئيس إدارة الآثار كما كانت تسمى، جورج مارسيل وسنذكر جورج مارسيل مرة أخرى، أنغي بيراس بمفيار فرنسوي، وثلاثة تونس، وهم حسن حسني عبد الوهاب عضو اللجنة، أحمد عبد السلام رحمه الله كذلك عضو اللجنة، ومحمود المسدي رحمه الله عضو اللجنة. فالشكل كان قبول رائع بالنسبة لمصطفى إزبيس. هذه تقريبا 1948-49. كما كان إذا كان الباحث الوحيد داخل هذه المنظومة الإدارية
لكنها العلمية ولها تدخلات ميدانية في كل البلاد التونسية. كان هنالك كذلك تم انتداب عدد من الفنيين الميدانيين سميهم وقت اللغة الفرنسية لكونترميتر. تمكنوا من دخول المعهد لمساعدة الباحثين الفرنسيين على تسيير حضارة ترميم المعالم القديمة أو المعالم التي تعود للحضارة العربية الإسلامية. سنة 1955 جاءت الضربة القوية الأولى، 3 جوان 55 انضاء اتفاقية الاستقلال الداخلي. كانت ضربة قوية، وكيف اطلعنا على هذه الضربة القوية بالنسبة للباحثين الفرنسيين؟ من خلال المراسلات الداخلية بينهم بين الباحثين وبين رؤسائهم في باريس. وتتحول هذه المراسلات إلى المؤسسات الفرنسية المختصة في الآثار، وهي ما يسميها الفرنسوية ليكول فرانسيز دروم موجودة اليوم، وهي أعظم وأكبر مؤسسة علمية في الحضارة الرومانية. ولا بد لأي باحث أن يمر بهذه المدرسة. هي ليست مدرسة، هي مركز بحث في روما في بالاتسو فارنيزي، أي مقر السفارة الفرنسية. وقد نشرت هذه الرسائل بعد نصف قرن وتم الاطلاع عليها. إذا ما هو مصير الباحثين الفرنسيين بعد اتفاقية 3 جوان اتفاقية الاستقلال الداخلي؟ من كان تغيرت الحكومة التونسية وأصبح طاهر بن عمار رئيس الحكومة، ومن هو وزير التنمية؟ سيد جلولي فارس. جلولي فارس صديقي ووطني في الحزب. أول مناسبة جاءت في أحد في مدير المتحف العالمي، أي متحف برن، طلب التحول إلى فرنسا، حيث عين أستاذ جامعي لهذه الجامعة الفرنسية، لأن هنالك شغول في المتحف العالمي. فتقدم عدد من الفرنسيين لترشحاتهم، قال لا، اليوم عندنا استقلال داخلي في تونس. وعين سي عبد العزيز دريس، سي عبد العزيز دريس وهو أستاذ تاريخ المدرسة السابقية، إذا كان الاتصال به، عينه أول مدير تونسي للمتحف العالمي، المتحف العالمي. وإحنا في سنة 55. إذا هذه الإشارة الأولى التي تلقتها السلطة الأثرية الفرنسية والباحثين الأثريين في ذلك المدة بعد 5 أو 6 أشهر، 20 مارس والاستقلال الداخلي. بعد يوم 17 أبريل تكونت الحكومة التونسية برئاسة الرئيس الحمد بوديبة كرئيس حكومة، وعين السيد المنشاري وزير التربية، لأن وزارة التربية هي التي كانت تشرف على قطاع الآثار. لم تتأسس بعد وزارة الثقافة، وزارة الثقافة في 1961. إذا نجد أنفسنا في وضعية جديدة. وضعية جديدة، وتونس تعرف الفقر هذاك كيفاش عاش، هناك أزمة داخلية وجيبية ويوسفية، وهنالك نوع من النخاب ولفظ أو مفهوم التوك سهل ظهر في 18 أبريل كما أو كيف أقرأ تونس الداخلية. بعد 3-4 أيام تونس القطاع الآخر، تونس القطاع الآخر، وقعت حركة داخل إدارة الآثار في كم ولماذا قطاع الآثار وتونس وتونس، وقامت نوعا من نقول احنا من المشادات، وصلت الى وضع المدير هذه المؤسسه في حاله محرجه، الى درجه انه اصبح من الصعب مواصله العمل مع هذا المسؤول الفرنسي. سيد الشابي وقع مخرج برسالة شكر لمردود ولأعمال المدير الفرنسي، ووضع حدا لمسؤولياته. في ذلك الوقت
الرئيس محمد الجيبة أخذ مهلة بضع أيام وقرر تكليف السيد حسن حسني عبد الوهاب بمهام هذه الإدارة. دخل إذن بصفة رسمية حيث تولى وزير التربية تنصيبه في جويلية 56. إذن جويلية 56 تسلم مقاليد رئاسة المعهد وسمي المعهد القومي للآثار والفنون، والمقر بتاعه كما ذكره العلامة في فحصه موجود في الصباط الكبير اللي موجود في آخر ناجل الكنيسة قبالة جامع الزيتونة، الصباط الكبير اللي فيه الريستورانات واللي كانت فيه قاعة العباسية، هذاك كان مقر إدارة الآثار. لندوس لندوس هذاك كان مقر. اذا في الجانب نقول في الجانب القبلي للمكتبه الوطنيه العقاريه سوق الفكه تماما صباط سوق الفكه يعني سوق الفكه في الدور وصباط سوق الفكه. فطلب ان ينتقل الى مقر جديد وهو مقر دار حسين. دار حسين كانت حاله ربما بعد قرن بعد 70 سنه من الوجود العسكري بداخلها وقام بعده التحويلات كذلك. اذا قام عمليه الترميم وخصص كما قال العلوم معناها الطابق الاول للاداره المكتبي وللاداره والطابق السفلي لمؤسس هذا المتحف متحف الفنون الاسلامي. كذلك قام بانتداب معينين لان خرجوا الفرنساويين قالوا لهم مع لي كاتر كونتونات لا ندور اساسي على الاقل في فتره تقريب قرابه العشر سنوات في انتظار عوده الطلبه التونسيين الذي تم ارسالهم اما الى الشرق القاهره دمشق وبغداد للاختصاص بالاثار الاسلاميه، ومجموعه الطلبه الذين وجهوا الى الجامعات الفرنسيه وحتى مش عاود يرجعوا تحاول الناس نسلم عليهم نذكرهم الى الشرق سي ابراهيم شبوح سي محمد الشايبي سي رشيد غريب سي عجافي هذوما مشاو للشرق وسي بوترعه سي هذوما الكل مشاو للشرق وعملوا في الشرق منهم سي حسين فانتر سي عبد المجيد بلال سي هادي سليم مدام يحيى هذوما الكل مشاو في عده اختصاصات ولكن كلها الحقيقه في الاثار القديمه باعتبار اثار البلاد والدور اللي عنده. التدخلات تاع حسن حسني عبد الوهاب كرئيس المعهد في ذلك الوقت، اولا اجتمع مع الفكره بالنسبه لي عنده الراحه التامه ازاء الاثار العربيه الاسلاميه لانها في يد التونسي مصطفى زبيس واللي عنده تجربه تاع 7-8 سنين ميدانيه عنده الفريق بتاعه وكلف الحقيقة كلف هو وعنده زاد جاب هذا خمسين محمد الفندي هو مهندس معماري وكلفه الترميم كلفه بالمشاريع الكبرى مشاريع الترميم الكبرى معناها جمع الزيتونة كان تشوفوا في الصور كيفاش كان جمع الزيتونة قبل الاستقلال. هل نعطيكم حاجة تشوفوها انتم بالصحة وتشوفوها بالتصاور قبال جمع الزيتونة كالروعة الهندسية اللي فيها والألوان اللي فيها من الخارج شوفوا مدة تقريبا 10 قرون كل عام في العيد يطلعوا البيضورة ولكن ما حدش شاف منها حتى شيء. كانت دهشة بالنسبة للمعهد بالنسبة للفني عندما تم رفع تقريبا 20 سنتيمتر الكوش بتاع الجيل كيفاش ظهر الرونق بتاعها والجمال بتاعها والالوان بتاعها
الحبايب الكبرى تحب تجمع المنافع في سقيات الأغاني كيفاش كان كيفاش ولات عام 56 57 ولا 58 رباطات سوسة رباط المونستيك رباطات بين المونستيك ورباط سوسة المهدية الجامع الكبير والبرج كل الحبايب كلهم تابع فيهم من الناحية العلمية اسمها موسبسبيس ومن الناحية الميدانية هذوما لي كونترمتر والعمل التونسي كذلك الحفليات الحفليات بالنسبة للفترة العربية الإسلامية إيكرون شونتي الكبار هما صبرا المنصورية ورقاب وهنا وقعت اكتشافات رائعة داخل الفرنساويين المؤسسين للمدرسة التونسية في البحوث العربية الإسلامية ويليام مارسي وابن جورج مارسي هذوما عمالقة شكون كان صديقهم منذ الصغار منذ أوائل القرن هو حسن حسني عبد الوهاب شخص آخر واهتم ولعب دور أساسي في حفظ الذاكرة التونسية الذاكرة الشعبية من العادات والتقاليد الشعبية وكل بهم التراث نسميه اليوم التراث اللامادي هو البير تومير سمان مدير المعهد العربي مدير معهد الاداب العربي ابلا معهد الاداب هذا وراجع مع كيف كيف نسمع هو كان بحث وكان تعلم كيفاش عرفت العلاقه نتاعو مع حسن حسني او عن طريق الصور لقاو عدة صور مع بعض الحديث وعن طريق الكتابات واخيرا لبلوم عاشور ما قاله وما كتبه بيب دمرسان في حسن حسني عبد الوهاب عند وفاته. يعني حسن عبد الوهاب مع دمرسان. اي كانت عنده مشكلة. نحب نقول من ذكري للفرنساويين هذوما اللي كانوا مختصين وكانوا اصدقاء هما اللي فتحوا عدة ابواب أثرية لأن التاريخ العربي كله في جميع الدول العربية بالنسبة للمؤرخين العرب عمرهم ولا درسوا الآثار وانطلقوا من الآثار لكتابة تاريخ العرب الشعوب العربية الأمة العربية والدول العربية ديما ينطلقوا ديما من النصوص التاريخية والنصوص التاريخية إذا مع جورج ميلي وويليام مارسي اكتشف حسن حسني عبد الوهاب الجانب الآخر من التاريخ العربي والفنون المعمارية وجانب التحف المنقولة معهم هما يعني لكن هما على شكل خبر هو متفتح لهذا النوع من الدراسات لهذا النوع من البحوث هذه الميناء وكانت عنده علاقة رائعة مع الباحثين الفرنسويين الذين كانوا يقوموا بالدراسات الميدانية التونسية في المواقع الأثرية التونسية ونشر الأعمال بتاعها طلع عليهم وصلت عنده دراية رائعة فيما يخص هذا الجانب الأثري لتاريخ تونس ونفهم وقتها الكلام بتاعه فهم اللي الدولة التونسية هي تواصل وقت اللي مع ديمرسمان يفهم أن ومع الباحثين دي يفهم أن الخمسة والحوتة لقاهم في القبور في كارتاج يفهم أن لا علاقة لهم مع الحضارة العربية لأنها موجودة عدة قرون قبل إذا إحنا كتونس ما جيناش خاطرنا احنا تو مسلمين وخاطرنا احنا عرب اذا كل ما نملكوه في ذاكرتنا هو عربي واسلامي لا عندنا رؤوس قديمه وقديمه جدا ثم ظهرت كتابات عصور ما قبل التاريخ البريستوار نتاعنا تاع تونس واكتشافات الخارقه العاديه اللي وقعت في منطقه كرفصه في الرماديات روائع اللي تعاملت معناها بالبحث فهم هو عنده ذكاء شيء معناه كيف يشوف الحاجات اللي بعد فهمت احنا موجودين في بلاد
عريقة من ناحية الحضارية، عريقة وعريقة جدا. بعض نتيجة مع بيكار وهذه يجي يقولون بيكار يقول يكتبها قدام الأكاديمية الفرنسية. كي دخلت لتونس ظنيت أن تونس من طبرقة إلى بنكردان مفروشة كلها فساد فساد. شيء اللي لقيته لا لقيته في الجزائر، لا لقيته في المغرب، لا لقيته في إيطاليا، لا لقيته في فرنسا، لا لقيته في إسبانيا ولا في ألمانيا، كلهم كانوا داخل الإمبراطورية الرومانية. هذه من الأشياء اللي كان حسن حسني عبد الوهاب متمكن منهم وقت اللي خدا المعهد القومي للآثار والفنون. وهذا نرجع للكلام تاع قبيلة اللي يهم مفهوم تواصل الدولة عبر التاريخ. ما انقطعتش وقت اللي عملوا دراسة على عالم تونس، ما انقطعتش تونس. الدولة التونسية ما جا حتى وقت ولقاها في محل وبعد مدة عاودة لا متواصلة. نفهموا هذا نفهموا علاش من جاء تجي تشوفوا بالك فيكم. نخرج الموضوع نخرج نقول لكم شوفوا عرض جوجل حلو العلامات اللي دراكو في العالم الكل. شوفوا البلدان الكل قديش تغيرت عبر التاريخ. العالم نتاعها الراية نتاعها تغير. ما عليك سبقتنا انجلترا قعدت هي محافظة عليها. هذوما الكل من الحاجات اللي هذاك علاش قبيلة ذكر فصل كتبه حسن حسني عبد الوهاب حول العالم التونسي، لأنه كان فايق العملية وكان فرحان يشوف الدول الأخرى كيفاش تغير. بورقيبة شد صحيح قال لك عالم تركي عالم تونسي. الحاجات هذوما كلهم حسن حسني عبد الوهاب كان شايف علم الدولة العثمانية اللي عندها خطأ مش عثماني. ايه مش في كل ده هذيك اخضر واحمر وابيض. هذيك الصفحه من تاريخ هذيك الصفحه من تاريخ تونس. ها نقول لكم حاجه اخرى. المسرح هو مسرح الجن او ملعب المصارعه وفي تياتر تاع الجن. هو اخر مسرح تبنى في الامبراطوريه الرومانيه ككل دخل في انجلترا. هو اخر واحد الباحثين وقت اللي درسوها اشقاء لقاو اللي وحده القياس معناها لونيتي دو مزور نتاع البنيه نتاعو الكل كيفاش كانوا يقيسوا. لقاو اللي هم الرومان عندهم سته قرون في البلاد لقاو وحده القياس بنيه معناها كارتاجينواز اللي هي الذراع تقريبا 50 سم 51 52 سم. شوف معناها بعد قرون وقرون ومال البلاد قالوا ديما هما اللي وحدة القياس هي الذراع. ما خذوش وحدة القياس الرومانية. لماذا؟ لأن في المقطع تاع الجبل باش يقصوا الحجر غاديك نفس الخدام بو عن جد بو عن جد ياخذ تعالى الصنعة يشد بقرة يقيس بالذراع البناء يقيس بالذراع. إذن هذه اللي تشوفوها الأمور المتواصلة هذوما كلها تبع مجموعة تعلمها حسن حسني عبد الوهاب من عند الباحثين الأثريين الفرنساويين اللي كان يتعامل معهم قبل توليه سلطة المعهد وما حفظهم عن طريق الميدان وعن طريق السفر بتاعه وعن طريق زيارته للمتاحف و و و و. إذن قامت العملية هذه كيفاش وضع المعهد في هذا الاتجاه وقام بإعداد المتاحف الجدد بسرعة تامة. متحف الأولاني اللي ذكره بالترتيب هو متحف علي بورقيبة في رباط المونستير للفنون سميه متحف الفنون الإسلامية. تم تدشينه في أوت 58 بالشكل في وقت الاحتفالات الأولى نتاع ميلاد حليم بورقيبة 3 أوت. وهنا ثم طرفة ياسر حلوة نحب نقولها لكم. بورقيبة مشى غادي مع الحكومة مع جماعته للحضور الاحتفالات وصادف كون ما ينجمش نهار افتتاح المتحف يمشي عنده التزامات أخرى ما نعرفش شنين. كلف عضده الأيمن سي بهيلا الله قال امشي انت تدش المتحف. مشان روح المدير دايخ باهي لطغم عنده دور كبير ان شاء الله نهار ياخذ في موضوع اخر نتكلم باهي لطغم ومحافظ
ومحافظته على التراث. تاريخ نحكي فيه. روح من دايخ. تحكي له قال له هالمتحف هذا عمري ما شفت شيء كده. دايخ. قلت له قال لي تولي خردش. قال لي خردش ورسمية نيابة عن رئيس الجمهورية. وعاود جاء إلى المتحف المنزيل تم تدشين مرتين نهار ثلاثة ونهار خمسة موت. يا كفرها. خلوا شحط العبجة. اليوم من البيان. هنية شحط فيه. شحط فيه هو يذكر يقول اللي مجموعة من المقتنيات الشخصية. هي حالة معروفة. سواء في تونس أو في الخارج. يحتوي على أربع قاعات. القاعة الأولى قطاع خشبية من جامع عقبة القيروان. جامع عقبة القيروان مقام بطل ممتاز وخاصة تعود الثقافة الكل لقوا مجموعة من الأخشاب التي تعود إلى العصور معناها الفترة الأغلبية والفترة الفاطمية لقوا فيهم روائع لكنهم ثم الأجناب نتاعهم اللي كانوا في الحدود مسوسين ما ينجموش يرجعوا إذا خلاوهم في مخزن من مخازن الاثار حسن حسن عبد الوهاب خذا بعض القطع وهزوا للمتحف هذا باش يعرضها وهي تعود للقرن الثالث والقرن من القرن الثالث من القرن الخامس الهجري القاعه الثانيه من المنسوجات القبطيه هذوما حسن حسني عبد الوهاب كان مولع شراء وتكوين المجموعة كوليكسيونر وفي العصر هذاك كانت حاجة طبيعية وحتى القانون الدولي ما كانتش تمنع لليوم وانا صغير ونسمع الكبار الكل يمشيوا لخان الخليل وكانوا يشيلوا كل شيء غير شكل فرعونية ممنوع مش قطاع العروض الفتح الفرعونية الناحية القانون المصري لكن كل ما هو عربي اسلامي اسلامي غير شكل رزق خاص ملك خاص الاملاك الخاصة دي كانت تبقى حسن حسن عبد الوهاب كان يشهد لي ماذا تحب يعملها كيف هو تحب عنده مجموعة هائلة من التحف والأنسجة هذوما احنا اليوم عندنا حتى نسيج تونسي تاريخي اللي عنده الكل هو نتاع العادات والتقاليد الشعبية عنده 150 سنة 200 سنة إذا مجموعة حسن حسن عبد الوهاب هي اللي نلقاوها في المتاحف الإسلامية في تونس في مستير في القيروان عمل متحف مقابل الجامع في دار حسين المتحف اللي حكينا عليه أربع قاعات في دار حسين ونلقاو الهيبة التي قدمها لمتحف باردو تقريبا 300 قطعة من النسيج الشرقي من مصر من دمشق من القاهرة من دمشق ومن بغداد أختنا الباحثة سكيك الأخيرة سكيك قامت بدراسة عدد ضئيل اللي نجم تدرسه وكل فيهم كتابات من روائع ما هو موجود في المتاحف العربية الإسلامية هذه مقتنيات حسن حسني عبد الوهاب حسن حسني عبد الوهاب قام بمقتنيات رائعة أخرى سوف يحدثنا عليها الأستاذ عبد الخير منصور في موضوع البلدان موضوع أخي نحب نقوله في 58 قررت الحكومة التونسية التخلص من التبعية الفرنسية في ميدان المالي وتأسس البنك المركزي حسن حسني عبد الوهاب يطلب لقاء السيد الهيب نويرة رحمه الله محافظ أول محافظ للبنك المركزي التونسي و كل راو البنوك المركزية في العالم المتقدم أوروبا كلها تفتح بمتحف العملة عندي مجموعة تقريبا 2000 قطعة نقدية من الذهب ومن الفضة ومن البرود لجميع الفترات التاريخية التونسية منذ قطاج إلى آخر الدولة الحسين كلها كاملة مجموعة كاملة عن الجبال المذهبية استحضارية في متحف العملة التونسية وهذا ما تم واليوم متحف العملة التونسية الموجود في شارع محمد الخامس وراء البنك في نفس البناية بناية البنك المركزي تلقاو فيه 2000 قطعة هيبة حسن حسني عبد الوهاب
للدولة التونسية. حبيت نعمل هذه المقدمة الخفيفة حول حسن حسني عبد الوهاب وكرئيس المعهد القومي للآثار والفنون، علاوة على كل ما كتب ونشر من مؤلفات في عصره هو، يعني في الخمس سنين هذوك 10 كتب تعمد سواء على الآثار العربية الإسلامية أو على الآثار القديمة، وأغلبها نقرأ فيها برزنتاسيون أو تقديم قام به حسن حسني عبد الوهاب للكتاب هذاك الفيديو، ونفهموا كيفاش يوضعوا الكتاب اللي هو مختص في موضوع ما، يوضعوا في حضارة عامة أو في نظرة عامة للتاريخ التونسي. في الحوار سي خير الدين العنبي في الصحراء كانت مداخلة حقيقة ممتعة. أنا رأيت جوانب أخشى أنها غائبة عن أكثرنا، نحن الملاعين بتاريخ تونس والملاعين بحسن حسني عبد الوهاب، يعني شخصية نعتبر جزء كبير مني، جزء كبير عندي دين لحسن حسني عبد الوهاب. كل قراءاتي الأولى يعني رأى أن هذه القراءات ساهمت في تركيبة ذهنية معينة على الانتماء إلى تونس شعبا وأرضا وحضارة وتاريخا.